مهلا مشاهدينا، مكملين رحلتنا الصباحية. ويمكن ذكرنا ببداية رحلتنا الصباحية هايدي عفوا ابتداء الامتحانات للشهادة الثانوية، تمنينا التوفيق لجميع الطلاب مع بداية شهر حزيران. دائما الامتحانات من كل سنة، فلا دائما بنركز سنويا ببرنامجنا على سير العملية الامتحانية، لأنه مجهود كبير عم تقوم فيه وزارة التربية فعليا، لأنه نسبة كبيرة من الطلاب عم يتوجهوا للامتحانات بشكل سنوي. أكيد نور، اليوم يعني غير كل الأيام عند طالب الشهادة الثانوية يوم ممزوج بالخوف بالأمل بدعوات الأهالي بتحقيق الأماني. حسب المعلومات الموجودة عنا أنه توجه أكثر من 25,000 طالب وطالبة لتقديم امتحاناتهم ب 2332 مركز امتحاني بجميع المحافظات. نحكي أكثر مشاهدينا عن واقع وسير العملية الامتحانية. بصرنا نرحب بالأستاذ عهد الكنج، نقيب معلمي دمشق. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح الأخبارية وصباح المشاهدين. صباح الخير. صباح الخير. تقريبا العدد التقريبي قبل ما نحكي عن سير العملية الامتحانية تقريبا قد هلا أنا عندي رقم أكبر. دقيق عندي رقم دقيق في دمشق 70,000 طالب تاسع وبكالوريا العلمي والأدبي والصناعة والمهني 37,000 طالب، والتاسع حوالي 32,000 طالب وكسور، يعني المجموع الكلي 70,000 طالب. أما ال 25,000 هي يمكن الناس ينصفرها، وفوق ال 250 عم يستوى القطر. إذا على دمشق 37,000 طالب، إذا أكيد الرقم فالنسبة كتير عالية. سنويا قد تقريبا بيكون 350 لحد ال 400، هيك بده يكون 350,000 ل 400,000 طالب. طيب يعني سنويا يمكن نحن بنسلط الضوء على سير العمليه الامتحانيه، لانه في مجهود كبير بيكون عم تقوم فيه وزاره التربيه والمعلمين وتحضيرات قبل بدء الامتحانات. نعم. يعني لمده فينا نقول شهر قبل الامتحان والتحضيرات. خلينا نحكي عن سير العمليه الامتحانيه، خصوصا نحن طلعنا من 10 سنوات من الحرب، يعني فعليا بلشنا نتعافى خصوصا في قطاع التعليم، ومع ذلك لسه في مجهود كبير اليوم يقع على عاتقكم. هلا اي عمل انت راح تقومي فيه باي مجال كان، يجب ان يكون هناك تحضير طبعاً. مسبق لهذا الموضوع. وكيف هي العمليه الامتحانيه؟ اذا هويه الوطن هي هويه الدوله السوريه، يجب ان يكون هناك تحضير مكثف ومسبق لهذه عمليه الامتحانات، وهناك فريق بكل المحافظات، مدير التربيه مع فريق بكل محافظه اعدوا اعدادا جيدا، وما لاحظناه اليوم قبل دخول الاستديو في بعض المراكز يدل على التحضير الجيد للامتحانات التي قاموا بها مدراء التربيه، مشكورين ووزاره التربيه. صحيح. النقطه الثانيه رهبه الامتحانات، نحن نعمل لهذه الامتحانات رهبه، الجميع لديه أبناء ويقدموا امتحانات، أنا أحد الأشخاص. يعني الأهالي لماذا هذا الخوف الكبير؟ 12 سنة من الحرب وكل سنة نفس القصة. يعني أنا عندي اليوم امتحان بدي ضل أضغط على ابني، حتى بوصل لمرحلة ابني بيروح على الفحص بينسى. هذا الضغط الهائل على الأولاد نحن عم نعمله، المعلم ورئيس المركز وأمانة السر وكل شيء بيخص الطالب داخل الامتحانات عم يأمن له الجو الملائم لتقديم مادة علمية أو أدبية مريحة للطالب. أما الضغط النفسي اللي عم يتشكل داخل الأسرة داخل البيت، زائد بعض الذين يستغلون بعض الصفحات التواصل الاجتماعي، أي حدا صار فيه من صفحة التواصل أسئلة متوقعة وأسئلة غير متوقعة، هذا يسبب ضغط نفسي على الطالب. الطالب الذي يعد أعدادا جيدا في البيت وفي التربية وفي المدرسة لا يحتاج إلى هذه الضغوط النفسية التي يمر بشكل عام. وأنا أطمن الجميع اليوم الأسئلة بحد يعني كانت رائعة جدا. أنا أتحدث عن الفيزياء اليوم ضمن دفتي الكتاب، ما في شيء صعب، ما في شيء معقد. واليوم هو واليوم أساساً في رهبة للامتحانية تشاركية، وهلا راح يسمعوا أكيد بس يطلعوا الطلاب برا، وبدوا الطلاب يطلعوا بعد نصف الوقت يشوفوا أهاليهم، راح يطمنوا الأسئلة كانت ضمن المنطق وضمن المعقول. تمام أستاذ عهد، يعني فينا نقول أنه قبل سير العملية الامتحانية بيتم في زيارات وجولات تفقدية من حضرتكم، خبرنا أكثر عن الواقع. مو قبل الامتحانات، مدير قبل التربية نحن أثناء سير العملية. هلا نحن في مجموعة أشخاص وفق النظام الداخلي وزارة التربية تقوم بزيارة المدارس، هون أسماء مندوبين وزارة على مستوى الوزارة ومندوبين التربية، وأيضا يحق لبعض جهاز الرقابة والتفتيش زيارة، زائد نقيب معلمين في المحافظة ومصاحبي معنا بطاقة مدير التربية هو رئيس الامتحانات في المحافظة المعنية. طبعا.
بهدوء مطلق، بهدوء مطلق دون تحدث للطلاب، الاطمئنان على سير العملية التربوية بشكل فعلي، الاطمئنان على واقع المعلمين من حيث المراقبة والبعد والقرب من المركز، يعني مجموعة أشياء. والحمد لله كل عام بنفس القصة بيكون في شيء أمور سلبية قبل الامتحان وبتخلص امتحانات على خير، وأنا بقناعتي هذا العام راح تكون امتحانات ناجحة بكل المقاييس. بكل المقاييس نتمنى. يعني ذكرت خلال حديثك أستاذ بالبدايه انه عم نحكي دور الاهل اليوم مع بدايه الامتحانات، لانه نحن بنعرف في رهاب كبير بيكون حول الامتحانات الشهاده الثانويه، لانه هي اساسا متعلقه بمصير كل طالب، بتحدد مستقبله. بس هي يمكن عمليه تشاركيه بين الاهل اذا بدنا نقول، وسير العمليه الامتحانيه من الطرف الاخر من قبل وزاره التربيه. خلينا نحكي عن المراقبه، جو المراقبه اليوم. يعني احيانا بيكون نحن ما عم نعمم، بيكون في بعض الاخطاء الشائعه من قبل المراقب، وانت ذكرت انه نحن بيقوم بجوله ميدانية خلال بيكون ضمن إطار سير العملية الامتحانية بهدوء بدون ما أنا أقوم بإزعاج الطالب أو وتره، لأنه ممكن حركة بسيطة بتأثر عليه. خلينا نحكي عن دور المراقبين اليوم، أهم التوجيهات مع بداية سير العملية التعليمية لما اجتمعتوا فيهم، شو نوحتوا، شو حذرتوا، شو هي كانت المحاذير؟ طبعا قبل انطلاق بيومين أول البارحة، مدير التربية بكل محافظة بيجتمع مع رؤساء المراكز ومناء السر بكل محافظة، ومن ثم رئيس المركز وأمين السر قبل بيوم بيجتمع مع كل المراقبين وبيقرأ التعليمات الامتحانية البسيطة جدا على كل المدرس. هلا انت تقولي لي كل المعلمين سواسية كأسان المسلط؟ لا، كل الاهالي سواسية كأسان المسلط؟ لا، في هناك بعض الحالات يتم معالجتها بشكل سريع، لانه هناك مندوب للتربية في كل مدرسة موجود في الطوابق 2 أو 3 الموجودة في كل مدرسة غير رئيس المركز. يعني طريقة العلاج لا تتجاوز دقيقتين، وان كان هناك هدر لوقت معين ايضا هناك معالجة مباشرة من قبل مندوب التربية ورئيس مركز لهذا الموضوع. اما بدي وصي انا المعلم عندنا مظلوم المعلم طبعا. نحن بسوريا المعلم عندنا مظلوم ابتداء من راتبه. لا هلا الراتب على كل الموظفين، راتب على كل الموظفين طالعين من حرب، نحن راتب على كل الموظفين. اما نحن رسالتنا قدسيه، رساله الانبياء، بدنا نحن المجتمع الاهلي، المجتمع المدني، المجتمع بشكل عام يتعاطف ويتعاون مع هذا الاستاذ المدرسي المعلم او المعلمه يلي عم تنطق الدم بداخل الصف لحتى توصل. وبرجع بقول لك مو كل العالم سواسي، طبعا اكيد عندنا قدره نحن المعلمه او المعلم المانو كفى بنحوله لعمل اداري، بنحوله على الاداره الفرعيه ما يكون بوش الطلاب. اما نحن هاي الرساله الساميه بده مين يقدرها ومين يقدسها. نحن بحاجه على الشغل على العنصر البشري. هلا وزير التربيه مشكور عم يشتغل مع وزاره التنميه الاداريه، يلي عندي شويه تحفظات انا على العمل بهالموضوع هذا عن الحوافز والعلاوات والى اخره. ولكن انا بطلب حتى عبر شاشتكم الكريمه، بطلب انه رواتب المعلمين تكون خارج قانون العميل الاساسي في الدوله. صحيح. رواتب المعلم اذا انت بتبني دوله، اذا بنيتي انت هذا الطالب اللي هو بكره راح يقعد محلك ومحله ومحلي انا وبدي يقود هذا المجتمع، اذا انا بنيته بطريقه صح وبطريقه علميه لحتى انا يحميني بالمستقبل، ما صبته. انا المعلم بدي اريحه نفسيا. صحيح كلنا مخنوقين اقتصاديا والمعلم مثل اي موظف الدولة، ولكن قدسيه المعلم وقدسيه رساله التعليم انا بيطلب مني انا يكون المعلمين خارج قانون العمل الاساسي في الدولة. صحيح. يعني في موضوع اليوم يمكن بيقلق كثير من الطلاب بالامتحانات، عن النماذج الامتحانيه، هل هي رح تكون نفس السنوات الماضيه؟ في بعض المواد ممكن كانت تقليدي ممكن تصير اتمته ام لا؟ هلا اتمته صارت السنه ماده الجغرافيا بالادبي، كانت 3 ساعات عمل وساعة ونص، هي تجربة وهذا هو الصح. ما نفوت نحن كنا مباشر لأي عمل تجريبي عم مستوى كل شيء، نوقع بالفشل، نوقع بفشل معين. أما سألتيني عن إذا النماذج الامتحانية، النماذج لابد من أي طالب بكل بيت يعني يعمل تدريب يعني بالبيت قبل. بس ما باخذ انه هي الاسئله رح تجي بامتحان. السنه الوحيده هي استنتاجيه ممكن يكون بعض، لازم يكون طالب متميز. السنه الوحيده دائما الاسئله بيحطها مين الموجه الاول بالوزاره بالتعاون مع بعض الموجهين الاوائل في المحافظات. السنه المدرس الماده هو اللي حط الاسئله اللي عم يدرس بالصف عشان ما يكون في اخطاء بسيطه من يعني قريب من الطالب، قريب يعني دائما الموجه الاول بيقول لك لازم الطالب يوصل لهالمرحله. اما استاذ الصف اللي عم يشرح هو قريب من الطالب، بيعرف الطالب كيف عم يفكر. صحيح. حط الاسئله وان شاء الله السنه ما يكون في اي مطب، انا متوقع ما يكون في اي مطب بالاسئله ان شاء الله. نتمنى لانه دائما بيكون في حاله، نحن بنعرف اساسا حتى المنهاج، يعني اذا بدنا نذكر الى الان المنهاج اساسا كبير وضخم، ويعني بدنا نعتبره تقليدي. نحن عم نحاول مثل ما قلت اذا ما بنيت من البدايه صح
من جانب التعليم هو الأساس. صحيح. لبناء كل مجتمع التعليم. وإذا إذا بدك كمان من روضة من المرحلة الأولى من 3 سنين. من سنين هو يعني. بناء كل مجتمع هو النواة الأساسية لتنهض بأي مجتمع. فلهيك بيكون في رهبة من الأهالي ومن الطلاب لأنه عندك منهاج ضخم، عندك أوقات محددة خلص. يعني هون بيكون في تحديد للمصير. يلي بيشتغل ويدرس كل مادة بمادة كل درس بدرسه وما يأجل لتاني يوم بيلحق بكل بساطة حتى ما بدلوا بالصيف دورات تقوية. خلينا نحكي عن موضوع المراقبة نرجع. عم يطلع أحيانا في حالات غش يعني ببعض المراكز، كيف هي السنة رح تتم التعامل معها؟ يعني أحيانا حالات الغش مثل كل سنة. يعني ممنوع إدخال أي قصص ورقية، ممنوع إدخال أي شيء بيتعلق بالمعلوماتي أو الكمبيوتر مثلا ساعة أو موبايل أو سماعات. حتى حكى امبارح سيد الوزير حتى إذا في سماعة طبية يجب أن تمر على الصحة المدرسية يأخذ فيها تقرير إنه هي سماعة طبية. هي سماعة طبية بحق له هذا الطالب يفوت هي السماعة. وسائل الغش ممنوع منعا باتا الدخول إلا بهويته الشخصية وبطاقته الامتحانية والقلم الأقلام الأزرق وقلم رصاص إن كان هناك في رسم هندسي أو ما شابه. طيب كم مراقب رح يكون اليوم بالقاعة؟ هل كلهم رح يكونوا مدرسين؟ طبعا بكل قاعة يجب أن يكون فيها 2 أو 3. لما اللي بيكون في نقص يعني حتى إني واحد عندنا مراكز احتياط، فإحنا بكل منطقة تعليمية في مراكز احتياط، رئيس المركز بيوزع المراقبين، إذا في نقص مباشر بيحكي مع مكتب المتابعة خلال 3 دقائق. أي مركز احتياط بعيد عن تجمع المدرسة 3 دقائق فقط بينزل بيرمم مباشر. ما في أي حدا بيراقب، ما في اي حدا بيراقب بقاعة امتحانية الا معلم مدرسة انه يجيب والله مستخدم قصدك او من برا. لا مزبطة. صحيح. لا. طب هلا عم يردنا بعض الاسئلة، هلا جانا بعض الاسئلة حول المراقبين، كيف عم يتم توزيع قبل بدء الامتحانات مع بداية سير العملية التعليم الامتحانية او توزيعها؟ كيف بيتم تحديد المراقبين اليوم وتوزيعهم عبر المراكز يكونوا قراب من اماكن اماكن سكنهم؟ نعم. يعني هلا في عدة تساؤلات من عدة محافظات عم يجوا انه لا احيانا المراقبة عم تكون بعيدة عن مناطق مختلفة. خطأ. كيف بيتم التعامل معها؟ نحن انا بعرف بدمشق المراقب بيقدم 3 رغبات. انه انا ارغب مثلا واحد ساكن بالمزي سومري اخر الطريق اخر الشام، بيكتب لك هو مزي اسراد او مزي جبل او برامكي، 3 خيارات على الكمبيوتر نحن بيطلع مباشر. حالات فردية إذا طلع بالخطأ مثلا واحد ساكن مسجد يطلع بالقدم أو بالميدان مباشر براجع التربية بيغيروه بيحطوه أو بيرجعوا على مركز احتياطي داخل. حتى لو في نقص ببعض المناطق؟ هلا لما في نقص كله بدنا نكون متكاتف مع بعض حتى نجي عاملين امتحانية. حتى إذا في نقص بمنطقة معينة ما معقول أنا أجيب والله مساكن الحراس أو المزي وأخذوا على القدم أقرب نقطة مباشرة. طيب يعني حتى عندك أنت جمهور كامل معلمين مفرغين بالتربية، اضطر الأمر نحن ناخذ موجود التربية هذول معهم يحملون شهادة التعليم. تمام. خلينا نحكي أكثر ونفصل عن حصانة المدرس، هل اليوم تحمي نقابة المعلمين المنتسبين إليها؟ عم تحكي إطار عام ولا عم تحكي دمشق؟ بشكل عام المفروض نقابة المعلمين تحمي منتسبيها. المفروض تحميها، وعندنا نحن بالمكتب التنفيذي نقابة المعلمين والفروع النقابية على مستوى المحافظات السورية كلهم بمستوى نشاطه وكلهم بمستوى إيمان هالمعلم بهالنقابة. أنا أتحدث عن فرع دمشق مشان ما أجد نفسي كثير وأحكي للآخرين، قدامي كل مدارس دمشق أبواب نقابة المعلمين مفتوحة للجميع بالرقابة الداخلية أثناء التحقيقات أثناء الإعفاءات أثناء التنقلات بأي مفصل نقابة المعلمين موجودة إلى جانب المعلم 100%. وليس تحدي بمعنى التحدي، بإمكانكم أن إجراء سبر على مستوى محافظة دمشق كيف هي علاقة نقابة المعلمين كفرع دمشق مع المدارس مدراء وإداريين ومعلمين. يعني في فرق أنه كانت بشكل عام وبعدين أنه بدمشق. يعني أنا على مؤاخذة أنا نقابة المعلمين أوصلتني إلى قبة مجلس الشعب. وأنا تحت قبة مجلس الشعب وبعدة لقاءات مع بعض الجهات الرسمية أنا يعني كنت مطالب حقيقي لطبيعة العمل 40% للمعلمين. يعني ما حدا ينكر هذا الموضوع، واخذنا مكرمه كبيره من سيد الوطن 40%. صحيح ما انه هو هالرقم، ولكن تميز هذا المعلم عن باقي عمال الدوله انك اخذت طبيعه عمل 40%. يعني نحن واقفين جنب المعلمين بقدر ما استطعنا، ولكن مهما قدمنا لزملاء المعلمين نحن مقصرين. صحيح.
قولا واحدا قصري. اكيد تحيه لكل معلم ومعلمه سوريه اليوم عم يتابعونا فعليا على المجهود الكبير اللي عم يقوموا فيه. وردت هلا انا عم احاول اقرا كل الاستفسارات اللي اجتنا. هلا في بعض الاستفسارات بما يخص المراقبين بدي ارجع عليها، وعم يحكوا المراقبه بالصيف نحن بنعرف يعني بتكون خارج نطاق المدارس، في صعوبه على المراقبات الامهات اليوم انه يتم تخصيص روضه قريبه او نفس البناء، في هيك شيء ممكن بالمستقبل؟ هلا ما فيها. لا انا طلبوا مني احد السنوات انه افتح روضه نقابه المعلمين بالمزه، حطيت عندي يعني طالبوا كثير بالاجتماعات، فتحت الروضه بيداوموا لحتى ينتهي الامتحان، سجل عند اثنين. يعني هو يعني البعض مجرد كلام. يعني طيب انا كيف عم حط اولادي على مدار 9 شهور بالتعليم؟ وقفت على ست ايام او سبع ايام؟ يعني كيف انا حطيت السنه كل اولادنا؟ ما فيك تقول وقفت على هلا نحن عم بعدين لعندها ظرف يعني لعندها ظرف لعندها ظرف لعندها ظرف عم تقصدني انا كنقيب، ما تقصد الصحه المدرسيه او مدير التربيه عم نعفيها وعندي شواهد كثيره طبعا ما راح اعدهم على الهواء، عندي شواهد كثيره تمام. يعني حتى الفوق ال 55 سنه ما بتتكلف في مراقبه، الحامل المرضى ما بتتكلف في مراقبه، اللي عنده وضع صحي ومن عفت انا احط لك كرسي وتقعد ومع انه ممنوع القاعده بالقاعه الصفيه. يعني اي حد عم يقصدنا عم نلبيه. تمام. يعني كمان في اليوم اسئله من الخريجين يلي هنن راغبين انه يدخلوا سلك التربيه، هل رح يكون وفق معلوماتكم مسابقه خاصه بالمعلمين ام هناك اكتفاء تربوي؟ هون الطامه الكبرى، نحن بنشوف ببعض الاحيان في نفس كثير كبير. هون الطامه الكبرى على صار كل المسابقات عن طريق وزاره التنميه الاداريه. هذا الشغل اللي كنت تحكي عنه. انا 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 بقناعتي انا بقناعتي كل شيء بيتعلق بالتربيه لازم يكون لحاله. طيب امبارح صار مسابقه، في زميل لأنه نجح بالمسابقة ما بيسمع وما بيحكي بس بيشوف على الكمبيوتر نجح، كيف بدي فوته على الصف؟ هي حالة بسيطة وعندي حالات كثيرة. طيب أنا هذا المعلم بدي يكون قدوة بكل شيء، طيب أنا بدي أعمل له مقابلة يشوف هالمعلم بدي يفوت يربي الجيل، بدي يشوف من هو سلامة دقه سلامة دقه سلامة الحواس عفوا بشكل عام بدي أشوف مقومات هذا المعلم اللي يفوت لعندي. الخطا اللي وقعنا فيه سابقا بالعمليه الاتمته الحاليه ما استفدنا ما صلحنا شيء. انا هذا الاستاذ اللي يفوت لعندي من هو؟ ما بدي اقابله اعمل له مقابله؟ صحيح خلص نجح روح عينه. في اشاره استفهام. في اشاره استفهام بدنا نوقف عندها. هلا ممنوع بقى اي مسابقه تصير الا عن طريق وزاره التنميه الاداريه. طيب نحن عندنا مشكل بوزاره التربيه. اعطيك مثال محافظ دمشق عندنا نقص معلمين. صحيح. طيب في محافظات ثانيه في فائض معلمين. في فائض صحيح. طيب انا كيف بدي اعمل مسابقه؟ هلا في محافظه مثلا اللاذقية او طرطوس او حما او حمص او السويداء. في فائض. نعمل مسابقه بالمدينه سنه اسبوع بس سنه يا دوب اخذ مباشره بدي انتقل على المحافظه. صحيح. في مشكل. توطين التعليم يجب اعداد مذكره هي بحاجه لقرار هي بحاجه لقرار سياسي. تمام. هي بحاجه لقرار سياسي بس مش كل توطين التعليم، يعني كثير استفسارات بتحكي عن توطين التعليم خصوصا عند المعلمات وخصوصا عند المتزوجين لانه اساسا مكلف ماديا. نحن عم نحكي عن رواتب جدا زهيده. اليوم عم نحكي معلم ممكن انا قصدي توطين التعليم كل واحد ضمن منطقته بحال ما انه ساكن. هلا ضمن مثلا عم بقول لك مثلا ممكن ضمن المسابقه راح شاغر على اللاذقيه يعني هو اساسا بدمشق مثلا عم نحكي، لهيك انت عم تحكي عن الجانب الاخر. لا انا هون بدي فوت على الاسئله اللي فاتت على الصفحه انه على تحديد مركز العمل اللي عم ينطلق اللي عم تطلب المتزوج وعنده اولاد او بنت شهيد او زوجه عسكري عم يقاتل على الجبهه و الى اخره مطلب وحق مليون بالميه. صحيح. بس بدي اسال سؤال. تفضل. لما جيت عملتي هالعقد تحديد كتبتي تعهد انه انا مستحيل اطلب طلب نقل الى محافظه اخرى بعد 5 سنين يحق لها؟ إيه؟ لا ولا 5 سنين لانه عقود. بس هي بحاجه الراتب انا معها ماني ضدها انا معها، والوزير ما في يفرق محافظات وينقلهم كلهم على محافظه واحده يخلوا، هي بحاجة لقرار سياسي. الموضوع بحاجة لقرار سياسي. أنا بعمل أحصائية للمتزوجات بعمل أحصائية زوجات أبناء الشهداء بعمل أحصائية، وكل سنة بيفوت بدل بيفوت حدا بنقل حدا. يعني أنا بس خليني أحدد له أنه أنا راح أنقلك على محافظتك بالساعة الفلانية التاريخ الفلاني. ما حدا بقى بناء وبيفتح أنه أيمتى التحديد وأيمتى التحديد. لسه ما عندنا هي الأحصائية كاملة، ما في حتى الوزارة معها حق، ما في تنقل على كل المعلمين، اذا نقلناهم على محافظاتهم ما بضل حدا بدمشق او بريف دمشق او بحمص او بحلب، فاضي ما في تعليم، طيب من بدي يعلم؟ بس كمان في خريجين جداد، يعني انا كيف بعمل عمليه طالب؟ في ملاك عددي لكل وزاره، ما فيك تتخطي انت الملاك العددي، ليش عم قلك انا لازم نطلع برا قانون العمل الاساسي في الدوله؟
هذا هو، هذا هو المقصد بالقصة. يعني هلا اليوم تشوف خريجين كثير حابين يدرسوا، في خريجين الاف الالاف. يعني طيب انا بعمل عمليه طعوي. طيب سؤال، لما انت ابنك او بنتك اخذت بكالوريا وسجل الطب، ما طلع لا بدمشق طلع بالبعث، بكفي الخمس سنين دراسي بالبعث وترجع لحتى ترجع طبعا. طيب ليش انا تحدي مركز عمل بطلبه من اول سنه؟ طيب هي مثل هي. صحيح. انا معلم حاجة الاقتصادية، الضغط الاقتصادي عليهم بيطلبون انه تاركين اولادهم راجعين. هن على امل ان الدولة، هن متأمنين بالوزارة على امل ان الدولة تنقلهم باي لحظة لعند ازواجهم واهاليهم، وانا معهم، هذا مطلب محق، هذا مطلب محق. اكيد. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير الاستاذ عهد الكنج، نقيب معلمي دمشق. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، نورتنا. شكرا لك. يمكن حاولنا نسال ونستفسر عن اي سؤال ممكن يخطر اليوم ببال كل حدا عم يتابعنا، خصوصا من المعلمين والمعلمات السوريات. ويمكن من ضمن صوتنا لصوتك، يمكن في بعض الاجراءات نوعا ما خارج البيروقراطيه المتعودين عليها بتحل كثير من الامور اليوم، بتسهل العمليه الامتحانيه في جميع، مو فقط في دمشق، نحن عم نحكي عن جميع المحافظات السوريه. بدي اتشكرك بس أكيد. كلمه لو سمحتي، بنهايه بتغيير الوضع السياسي بشكل عام بالبلد وبالسوار المحيط بالبلد، الوضع الاقليمي والسياسي، وبدورات انتخابيه نقابيه قادمه هلا حاليا على ارض الواقع، بتغيير مشهد سياسي معين وبكافه مفاصل المجتمع، قاعد جماهير المعلمين بانه قادمات الايام بالنسبه للمعلم اجمل من الوضع الحالي. ان شاء الله. اكيد نتمنى. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. يعني